هذا ووجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الدعوة للحوار الوطني والخبراء لوضع خطط للتحول من منظومة الدعم العيني إلى الدعم النقدي. وشدد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على أن الدولة ملتزمة بتوفير الدعم خاصة في السلع الأساسية التي تمس المواطن. أكد رئيس الوزراء أن الدولة ستظل منحازة للفئات المستحقة للدعم، مضيفا أن الدعم لا يزال قائما، والدولة لديها رغبة في أن تكون هناك منظومة أكثر كفاءة واستدامة. وأشار مدبولي أن الحكومة لديها تصور لبدء التحريك في أسعار بعض السلع والخدمات حتى نضمن استدامة الخدمة.